نحن في كتاب الله كمسلمين نوقن بأمر غفل عنه الغافلون، نوقن بأن الله سبحانه وتعالى بيده الخلق، والخلق والأمر كذلك بيده. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والبحار كذلك مسخرة، سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونه. فنحن كمسلمين نعتقد أن السماوات مسخرة، أن السحب مسخرة، أن البحر مسخر، أن الرياح مسخرة، أن النار مسخرة، وأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذا أراد الله سبحانه وتعالى للمحيط المتجمد الشمالي أن ينصهر ماؤه ويسيل ويتحول من جليد إلى ماء سائل، كان ذلك بإذن الله. وإذا أراد الله له التوقف سيتوقف بإذن الله ويبقى متجمدا كما لا يخفى عليكم. الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر المحيطات وسخر البحار، هو الذي قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الله يقول في شأن الكواكب السيارات والسماوات والأراضين، يقول: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يعني السماء وما فيها لن يسقط شيء منها على الأرض إلا بإذن الله، فلن يسقط كوكب على الأرض إلا بإذن الله، ولن يصطدم كوكب سيار مع كوكب آخر سيار إلا بإذن الله. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فنعتقد تمام الاعتقاد أن مدنا لن تغرق إلا إذا أراد الله لها الغرق، وأن دولا لن تزول إلا إذا أراد الله لها الزوال، لأننا نعتقد أن الأمر كله لله، وأن الله سبحانه وتعالى إليه المنتهى في الأمور كلها. قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. سبحانه وتعالى قادر على أن يخفض درجة حرارة الأرض، قادر على أن يرفع درجة حرارة الأرض. نرى الأرض حدثت لها فجأة زلازل عظيمة، من الذي أتى بها؟ إنه الله. من الذي يصرفها؟ إنه الله. إن الله قال في كتابه الكريم: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. ما سبب ذلك؟ بأن ربك أوحى لها. هو الذي أوحى لها أن تزلزل، هو الذي أوحى لها أن تخرج أفلاذ أكبادها، سواء من البراكين أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيأتي السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. يأتي قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي. يأتي القاتل فيقول: في هذا قتلت. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا.